قلنا ببساطة شديدة دلوقتي إحنا عندنا نوعين من المعالجة أو مرحلتين من المعالجة، حاجة اسمها المعالجة الابتدائية أو اللي بنسميها إنه تنقسم إلى جزئين كمان، المعالجة الجزئية والمعالجة الابتدائية اللي هي الـ preliminary treatment والـ primary treatment، والمرحلة الثانية اللي هي الـ secondary أو الـ marginal treatment، المعالجة البيولوجية أو الثانوية. المية زي ما قلنا بتمر زي ما بدأنا من أول خالص غرفة التحديات، بعد كده الأبروش شامل، بعد كده السكرينز المصافي، بعد كده بتعدي على جريت ريموفال تشامبر أو بالذات الرينال، بعد كده بتعدي على مرحلة التوسيب الابتدائي، ده كله المعالجة الابتدائية، ثم تندرج بعد كده إلى حاجة اسمها المعالجة الثانوية حوضين رئيسيين اتكلمنا عنهم المرة اللي فاتت وعملنا عملية التصميم، حاجة اسمها حوض التهوية وحاجة اسمها حوض التوسيب الابتدائي. بعمل زي ما بعمل تجربة البي او دي في داخل كل حوض، بعمل حاجة اسمها تجربة الاستاج فوليوم اندكس، ودي بتأخذ العينة من حوض التهوية وهو شغال. حوض التهوية داخل فيه مية صرف، فيه البكتيريا المايكرو اورجانيزمز وكل أشكالها الكائنات الحية كل أنواعها، وفي كمان الحبة اللي هي الميكس ديكر سسبندد سوليد اللي هي المواد العالقة في المية، مية كلها احنا بنعمل حاجه اسمها ايه الديفيوز اير سيستم اللي حضراتكم بتشرحوه دلوقتي اللي هو عمليه التهويه، هوايات شغاله من تحت بقوه معينه بهيت معين باور معين بتبدا تعمل تهيئ ميه الصرف الصحي كلها. حضرتك تجيب عينه ليك وتحطها في مخبار عينه من حوض التهويه، عشان ممكن تكون اكمل صح غلط اختيار الكلام ده كله، التفاصيل اللي بيبان للمذاكر من اللي شاف قانون ولا انا هعرف هادش، يعني ممكن اصلا ما اجيبلكش الكلام ده كله في تجربه، اقول لك لا في اي حوض العينه بتتاخد اختيار او صح ولا غلط، هسالك في اجزاء يبقى انت حافظ القانون وقلت انا هعرف الغي، ما مش هديك فرصه للغي، هتلاقيني محجمك انا عايز صح او غلط، عايز اختيار، عايز نقطه كلمه كلمه. حوض التهويه باخد منه عينه وبحطها في مخبار لتر، في مخبار لتر، ودي من الحاجات السريعه عشان تعمل تقييم للحمى بتاعتك. طيب بعد كده اول ما بتجيب العينه والميه الصرف هيجي بتلاقي العينه ايه؟ مغطيه المخبر كله. العينه كلها لونها يميل الى البني شويه، عينه صرف صحي. طيب وبتبدا تسجل قرايات كل خمس دقائق. يعني بتبدا طبعا اول الصفر مفيش. تمام؟ يعني مفيش وقت. بعد كده خمس ايه؟ هنا خانه للتايم وهنا خانه للايه؟ للهيد. ها؟ لارتفاع الحمى. لارتفاع وبتبدا تشوف، ركز معايا، عند خمس دقائق بتبدا تشوف بقى المايه بدات تعمل ايه؟ بدات تنزل، تلاقي المايه رايقه شويه وتحت بدات ايه؟ يحصل لها تكثيف للحمى زي كوباية الشاي كده، بتقلبها بتلاقي حطها في ضوء كده هتلاقي الكوباية كلها ايه؟ في عقار، شوية بشوية تبص العقار تبدأ تتركز تحت وفوق الماء بتروح صح؟ وهكذا مع الوقت، هنا نفس الكلام في الحمام. بعد خمس دقايق هتاخد الايه؟ ها؟ الاتش بتاعك، الارتفاع. خمس دقايق اللي بعدها تاخد الارتفاع. خمس دقايق، خمس دقايق. خمس دقايق، خمس دقايق، كل خمس دقايق بتاخد ايه؟ الارتفاع بتاع الحمى المركز. وبعد 30 بتاخد قراءة عند 45 وقراءة عند 60، كده انت كملت الايه؟ الساعة. بس وبتاخد الاتش وبتعمل تقييم، بتعمل رسم بياني ما بين الايه؟ ما بين الوقت الزمن والاتش. حضرتك بيهمك عند 30 دقيقة. كان الاتش عند 30 دقيقة كان الاتش دي، بس الاتش دي هتحطها في القانون بتاعنا اللي هي الاتش سيتنت اللي ارتفاع بكام؟ في 1000 على حاجة اسمها الفيس ديبر سسبندد سوليد، قلنا اللي هي المواد الايه؟ العالقة في المية بس. ودي طبعا ده تجربة تانية مش هنشغل دماغك بيها، يعني برضه التجربة اللازم اللي بيعمل تجربة الـ POD الـ Study Volume Index الـ Mixed Data Sustainability الـ Mixed Data Sustainability
عملت تجربه طلعت الرقم ده، طلعت الامتحان هيبقى معلومه عندك. يبقى نسبه الاتش سيتي اللي هو 30 دقيقه يجيب الاتش بتاعتك وتضربها في 1000 وتقسمها على نفس الديجا سسبندد سيرفيس. دي حاجه اسمها الاستراتيج فوليو اندكس. بتبقى واحد افضل في الترسيم من 50 لكام؟ 150. ده يدل ان الحبه سهله الترسيم والترسيم بتاعها ترسيم كامل. طيب لو جيت في الاستراتيج فوليو اندكس ولقيت الرقم ده 20 او 200، ايه الفرق؟ ده حاجه اسمها الويست اوفر سيجمنت بلان ايفالويشن، تقييم. وده سؤال ايه انت ما وفرت، بديك داتا داتا بقى منها كتير، ممكن اديك الاتش سيتي ده اصلا كداتا عشان حضرتك مش هتعمل تجربه في الامتحان، اديك الداتا بتاع ميكس ديكر ولا طيب ميكس ديكر سسبند سوري، اديك الداتا زي المساله بتاع المحاضره اللي فاتت، ولا بناء على الداتا دي اعمل لي تقييم للمحاضره. طبعا من ضمن التقييم هتعمل حاجه اسمها الاستراتج فوليو اندكس، حاجه اسمها الاف ام ريشيو، حاجه اسمها الاستراتج ايدج اللي شرحناها الاسبوع اللي فات. ثلاث اربع عوامل بتعمل لهم تقييم، ودي برضه موجوده مسائل موجوده في الفيديو. من ضمن التوقيت حاجه اسمها الاستراتج فوليو اندكس، الارقام دي حجم الترسيب كويس ولا لا؟ لو جينا قلنا الترسيب 200 يبقى غير جيد، الترسيب غير جيد، ايه المشكله؟ ده اللي انا عارف فاتح الموضوع، ايه المشكله؟ قال لي رقم 200 يبقى ايه اللي زاد عندك؟ الترسيب عندك رقم 200؟ 200 حلو ولا وحش؟ وحش طبعا. وحش ماشي، ما سيبك من الارقام بقى عشان ليه؟ لان الترسيب قليل. اقول برضه في حد قال هنا سرعه الترسيب قليله. يعني ايه 200؟ 200 يعني الاتش دي ايه؟ كبير. المفروض تبقى من 50 ل 150، ال 200 زادت 200 يبقى الاتش هي ايه؟ كبير. زادت والله. زادت يعني ايه؟ يعني الترسيب هنا الاتش انا يهمني تبقى دي كلها راجله والترسيب في الحته دي بس، الاتش تبقى قليله، صح؟ مهما الرقم زاد يعني الاتش ايه؟ يعني بعد نص ساعه الترسيب سرعته، بص هنا سرعه الترسيب اترسب بسرعه اسرع، لو 30 دقيقه 30 دقيقه، هنا 30 دقيقه اترسب ده كله، هنا 30 دقيقه اترسب شويه بس، يبقى سرعه الترسيب ايه؟ قليله. والنقيض بالنقيض لو اقل 20 يعني هوب اول ما حطيتها اترسبت كلها، اترسبت كلها. في مشكله في حاجه اسمها الاستراتج ايج، عمر الحبه بتاعتك ميته، الحبه بتاعتك ميته، مفيش تفاعل ما بين الحبه او الكائنات الحيه الضريبه والميكس ديجر بروتاتيز سيرفيس. يبقى اول حاجه في تقييم المحطه الاستراتج فوليك اندكس رقم من 50 ل 150، عرفنا لو قل ولا زاد، وعرفنا بيقل ويزيد بناء على ايه؟ على اتش اللي هي سرعه الترسيب بتاعتك. الاتش اللي هي المسافه بتاع الترسيب في زمن، ومسافه الزمن اللي هي ايه؟ السرعه. من ضمن الحاجات اللي شرحناها برضه المره اللي فاتت حاجه اسمها الاف ام ريشيو، الفود بير مايكرو اورجانيزم ريشيو، طعام لمايكرو اورجانيزم لبكتيريا، اكل لاكيلا، شرحنا الكلام ده بالتفصيل المره اللي فاتت. نسبه الاكل لاكيلا في بعض التهويه زي الريتيرن اكتيفيتي سبوت من 2 من 10 ل 4 من 10، والتهويه الممتده من 3 من 10 ل 5 من 10. دي الارقام المفروض نسبه الاكل يبقى من 2 من 10 ل 5 من 10 بالنسبه للاكيل. يعني احنا لو 100 واحد افضل نسبه للاكل تجينا من كام؟ ها؟ 20 وجبه لايه؟ ل 50 50 احنا 100. النسبه المسلم 20 ل 50. يبقى لو جت مننا مثلا 50 وجبه واحنا كل 2 على وجبه يبقى ياكلوا ما مالوش بطنهم على الاخر زي ما شرحنا في التفسير المره اللي فاتت. بتعمل ايه؟ الاف ام ريشيو اللي نسبه الاكل من الاكيله، الاكل اللي هو ايه؟ البي او دي الاكسجين الزائد. مش البي او دي اللي هي كميه الاكسجين، صح؟ ما كميه الاكسجين اللي انا اخدها انا مين؟ انا كبكتيريا، يبقى انا فاهمين؟ دي كميه الاكسجين، انا كبكتيريا عايز اكل كميه الاكسجين. بتبقى ملي جرام في الايه؟ بضربهم في الكيو، يعني انا بقول لك اللتر في كذا ملي جرام. طب انت عندك كميه ميه الصرف كام لتر او كام متر مكعب؟ فهمت ليه بضربهم في الكيو؟ عشان اجيب كميه الاكسجين في الايه؟
المعالجة الطفولة. ما انا عندي في ودي كمية الأكسجين ده الأكل بتاعي أنا كبكتيريا باكل الأكسجين أهو. الأكل بتاعي اللي هو كمية الأكسجين في اللتر. طب أنت عندك كم لتر ولا كم لتر مكعب عليكم؟ يبقى دي كيلو. يبقى دي إف على المايكرو أورجانيزم الأكيلة. برضه دي في الميلي جرام بير لتر. اللتر في كم ميلي جرام؟ ميكس الذكر فولاتايل نسبة المواد الصلبة المتطيرة العلاقة المتطيرة اللي هي بتبدأ ها عايزة تهب في اللتر. طيب وانت عندك الحوض حجمه قد ايه؟ طبعا الداتا دي كلها اما بديها لك اما حاجة زي الجيو حضرتك بتحسبها والفوليوم مش المرة اللي حسبنا الفوليوم بتاع الحجم بتاع الحوض هديك مثلا عدد السكان هديك الداتا كلها نسبة الاستهلاك او الووتر كونسامشن استهلاك الفرد هتعمل معدل اللي عملناه الاول خالص هتجيب الكيوب من معدل بتاع المره اللي فاتت الفوليوم هتجيب الحجم وانت كل معلومه كل الداتا بقى نفس الفكره سسبندد سوليد والفولاتايل سسبندد سوليد والبي او دي كل الداتا دي عندك حضرتك بس مجرد بتحط القانون وتبدا تعمل حسابات والله البي او دي في الكيوب ده الفود بتاعه على المايكرو اورجانيزم اللي نفس الفكره الفولاتايل سسبندد سوليد في الحجم من هنا تقدر تجيب الاف ام ريشيو هنا انا عرفت النسبة المثبتة من كام لتر كل دي عملية تقييم الكيو طبعا للحوض الواحد الكيو بتاع الحوض الواحد والله انت نسبة متناسبة انت هتعمل للحوض الواحد ناشئ يبقى الكيو للحوض هتقسم على عدد الاحواض يبقى الحجم بتاع الحوض الكيو كلها بتاع المحطة يبقى الحجم كل الاحواض ماشي ما هي نسبة متناسبة اللي هيحصل في الحوض ما انت هيحصل في الحوض هيحصل في 10 احواض حد عنده مشاكل؟ الجزء الثاني من المحاضرة هو المحاضرة النهاردة البسيطة. الجزء الثاني من المحاضرة قلنا هنشرح حاجة اسمها ديفيوز اير سيستم. شرحنا المرة اللي فاتت فقط. لا ما في أربعة خمسة شيك. إيه الإسلاج إيه الشيك؟ اللي هو السيتا سي. ماشي عمر الحمل. اللي هو قلنا من كام من 5 ل 10 ايام القانون اللي ذكرناه المره اللي فاتت والله من 5 ل 10 ايام تمام مش تمام هنبدا بقى نشوف ايه خلاص يبقى نسبه الاكل الاكيله هل تمام ولا لا لو مش تمام يبقى انا محتاج ايه ازود البي او دي او هو البي او دي ده بتاعي محتاج ارجع حمى قد ايه مش في كميه حمى ارجعها هل ده الاكل بتاعي صح ده في الاكل وفي الاكيله ده لو الاكيله كتير اللي هو المايكرو اورجانيزم كتير الحمقى راجع دي محتاجه اقللها شويه. طب لا انا محتاج اكيله كتير راجع يا عم الحمقى دي اللي فيها البكتيريا والكائنات الحيه. في مشاكل؟ القوانين بسيطه انا هكتب جزء من المره العاشره القوانين بسيطه والماده بسيطه بس علشان انا عايزك تفهم فدي مشكله. فكل اللي عايزه حضرتك ان حضرتك تحاول تقرا الماده كعلم. مش كمادة الامتحان عشان بس ما تقعدش موسوس لو انت همك على الامتحان الامتحان انت الفاينل هاته في المكتبه وتقعد تذاكرهم والاسئله والاجوبه افتح البي دي اف والمحاضرات هتلاقي انا كده بسهوله زي ما حضرتك كل سهوله بتجيب الامتحان وبتبدا تشتغل مفيش اي مشكله يعني الاسئله والاجوبه موجوده في الفيديوهات حضرتك بتجيب الميتر وتبدا وبص تلاقي هغير بقى حاجات بسيطة بس الفكرة واحدة. يعني الفكرة يعني كمادة علمية أنت عايز تنجح فيها وخايف؟ لا سهل، حضرتك لما تقعد تذاكر ساعة في اليوم بس كده. ساعة في اليوم ممكن ساعة في الأسبوع ده ممكن ساعة في الأسبوع بتبقى أنت سهلة وتجيب فيها كده. أنا مشكلتي إن أنا عايز أفتح معاك شوية. حتة الديفيوز إير سيستم دي أصلاً أنا هحطها في القوانين، أنا مش هحط ورقة أحط دلوقتي. أنا هحط لك ثلاث أربع خمس قوانين، أقول لك كذا 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 هتطبق سهلة جداً. بس أنا عايزك تفهم الحتة حته حوض التبويب حد الاول مذاكر الجزء ده في عناصر فيه ما كناش عارفين الترجمه بتاعتها وزي كده حاجات مش عارف ايه الفكره اللي انت اللي عندك حد تذاكر ما بلاش غير الجواب بس الجواب بس الموضوع ما بالواقع بس ده اللي لقيته على اليوتيوب بتكلم عن ديزاين ماشي بتكلم عن ديزاين حد يقدر يشرح الديزاين ما يعني لاش حاجه للتظاهر كل بيجي على البلوك يقول لك هو عباره عن الشرح كان فرصه بقى نتعلم اللي عايز اقول لك ان احنا بنشرح حاجه مش متوفره
المادة العلمية بتاع معالجة الصرف أي دبلومة أنا بنزلها حاجة مش متوفرة على النت. تمام؟ أنت بتتعلم علم وأنا بقول لك أنا معلمك شايف أنا معلمك صح، حاجة مش سهلة تلاقيها. فإحنا لازم نتعلم وربنا نتعلم مع بعض. الفكرة فين؟ الصوت الهندسة معلش، أنا سامع التصوير. الفكرة اللي أنا قلنا خد التهوية مش عملنا له تصميم المرة اللي فاتت؟ التصميم يعني عدد الأحواض وطول وعرض وارتفاع القرب، صح؟ النقطة دلوقتي احنا بنتكلم عليها، مش الفوق ده، خلينا برضه نتكلم كده، مش الفوق ده أهو، أدي الفوق ده، معلش أدي الفوق أهو، مش في هوايات؟ الهوايات دي مسطحية إما إن احنا نعمل لها ديزاين اللي هي الديفيوز إير سيستم، يعني تعال نطير بطيارة كده، هنشوف الفوق ده عبارة عن إيه؟ حلوة أوي، احنا لما نسوي نص ساعة هنفتكر على أنا يهمني بس تفهم، أنا كل اللي قصر في اللبن يهمني أي حاجة غير تفهم. هتبص في قلب الهبل. حضرتك لما بتجيب الحوض، حضرتك لما بتجيب الحوض، صح؟ التكلفة دي إيه حاجة؟ يعني أنا مثلا موضوع رسالة بتاع الدكتوراه اللي صرفت فيها وقعدت سنين واحدة، كان إحنا بنوفر كمية أكسجين. إحنا كل الخناقة عشان تعمل حاجة سهلة صح؟ نسبة الأكل، الأكل اللي هو إيه؟ البيوديو. عمرت محطة سنين قال لك المحطة دي إحنا بنضخ 3 ملي جرام في اللتر. أكسجين. 3 ملي جرام في اللتر. في مشاكل؟ 3 ملي جرام أكسجين. نسبة الأكسجين مش الهواء اللي بتسحب، الأكسجين نفسه 3 ملي جرام في اللتر في بنحط 3 ملي جرام. ليه ده يعمل عملية التهوية للأكسجين للبكتيريا؟ الفكرة ال 3 ملي جرام دي ممكن توصل ل 4 ونص أعلي إزاي وأوطي إزاي؟ مش في معمل أي محطة معالجة فيها معمل بتبدأ تشتغل على حاجة بتاخد عينات من المية وتبدأ تحلل تطلع الأرقام دي تطلع تدخلها في أكسجين معدات تطلع أول ما ألاقي الفريش مختلف عن الحدود بتاعتي أبدأ أقول أقلل أو أزود كمية الحمل الراكعة بالتالي هبدأ أزود هواء ولا أنقص هواء؟ من المحطات الكبيرة أو المحطات الكبيرة عامة بتبقى عندها دقة في الحتة دي فبيبقى في رينج ثابت شبه يومي 3.5 ملي جرام في اللتر 3.5 ملي جرام في اللتر طبعا أنت لما بتيجي تسحب أكسجين هل حضرتك عامل بتاع تسحب أكسجين؟ لا أوعى تسحب أكسجين بس أكسجين لا والله ما أنا بسحب هواء وأنت بتاخد النسبة بتاعت المزيان العيوب برضه اللي يخش بعد كده في العلم بيعرف يبقى في حاجة بقى عملية الدرجة والكلام ده كله. أنت تسحب الهواء، الهواء فيه نسبة كام في المية أكسجين؟ فاكرين رابعة ابتدائي؟ 21 22 23 في المية. تختلف، ماشي. هو 21 22 في المية أكسجين. طيب، أما بتسحب الهواء بتديها الكمية دي، في الآخر بص اللتر أنت مش هتسحب 3 أنت بتسحب أكتر من كده هواء. طيب، ده لتر أنت عندك كام لتر؟ أنا حاطط 2.5 مليون متر مكعب. مقارنة لو حط البحر البقر مصر البحر البقر اللي هي أكبر محطة لو في الشرق الأسود 5.6 مليون أنت متخيل أكبر محطة في مصر يعتبر كان المحطات الكبيرة زي الزنين وجبل الأسود 0.5 مليون متر مكعب في اليوم بحر البقر عشان 5 مليون 5.5 مليون أنت متخيل الرقم فمحط فأه 10 محطات من دي 0.5 مليون 500,000 متر مكعب يعني حضرتك مش لتر اللي هيضرب 3 متر مكعب واحد لا ده 500,000 متر مكعب فانت متخيل كميه الاكسجين اللي هتسحبها قد ايه؟ الاكسجين ده حضرتك مش هتروح تجيبه كده في حاجه اسمها معدات ميكانيكيه ومعدات كهربائيه دي كلها تكلفتها في اليوم ملايين فحضرتك لما تقلل لي الثلاثه دي 2.5 انت وفرت لي الاف 200,000 لما توفر لي 0.5 مللي جرام طيب الاكسجين ده عن طريق مضخات بقى اهو بتبدا تخش كده وتبدا تمشي خطوط يعني تعال مثلا اهو خطوط مثلا كده اهو اهو ممكن تتفرجها كده بايبس والمره اللي فاتت
مثلا تصممها البايبس والفكره البايبس دي تحط في الاخر ايه؟ فلاورز. عارف لما تروح فلاورز بيدوخ هواء ولا انت نفس الكلام فلاورز النقط دي هنسميها فلاورز. بس ارضيه الحوض التهويه ده في مواسير ماشيه وعند كل ماسوره تحط باب. ففي كده رايه التنقيط نفس الكلام بتمشي مواسير في الارض وبتبدا تخرج ايه الفتحات بتاعتها اللي هي الرشاشات بتاعتها. نفس الكلام هنا الفتحات والرشاشات بتاعتها بتبقى بلاوز بتضخ هواء. بتضخ هواء ارتفاعها قد ايه؟ مش لازم في قوي دفع اللي هي الهيد الهيد يعني انت بتدور فيها مثلا الدفع الهيد بتاعك عشان انطلاق الهواء يبقى الارتفاع قد ايه؟ لازم تتحسب. يبقى ارتفاع الهوم واضطراب في رقم 1 و3 و1 و4 بالامن نفسه فاكتور 6 يعني لو ارتفاع الحوض 4 متر يبقى بتضرب 4 متر في 1 و3 دي 5 و6 يبقى هتجيب البلاور بتاعتك الجلد بتاعها بكام؟ ب 6 مثلا. هتروح لعم حماده اللي بيبيع البلاورات تقول له انا عايز البلاور هيد كام؟ 6 6 في مشاكل؟ اقول لك طب انت عايز كام بلاور؟ مش عارف. هنا اتصال احنا بنعمل الديزاين دي. انا دلوقتي مش عملت تصميم الحوض وعرفت الديبس بتاع الحوض قد ايه؟ طيب البلاور بتاعك اللي بتشتريه بيبقى فيه حاجتين. ايه الحاجتين؟ اول حاجه بيبقى مكتوب عليه رقمين الهيد يعني هيضرب هواء قد ايه؟ وده انت عارف ببساطه 1 3 او 1 4 في الاتش 4 متر يبقى 1 4 في الاتش مثلا هتقول له 6 ده الهيد هيجيب لك 6 متر. ولو كان في 6 متر الكباستي بتاعته كذا يعني بيطلع كذا متر مكعب في الدقيقة أو في الثانية. متر مكعب إيه؟ هو هو صح؟ كذا متر مكعب مش مشكلة. أنت عايز عدد قد إيه؟ يبقى حضرتك في معادلة بتاع العدد صح؟ نمبر أوف فلاورز صح؟ بيساوي أنت عندك قدرة الفلاور الواحد صح؟ اللي مكتوب عليه. أنت عايز إيه بقى؟ حاجه اسمها التوتال كاباسيتي يعني الحوض ده سي مثلا ده قال لك البلاورايه الواحده دي بتطلع مثلا ارنبين اعتبر ان انت مكعب ارنبين والحوض عايز 100 ارنب يبقى انت عايز كام بلاور؟ 100 على 2 هو عايز 100 والواحد بيطلع 2 يبقى 100 على بس هي دي الفكره ده دي 100 هو عايز 100 متر مكعب عايز 100 متر مكعب مثلا في الدقيقة أو في الثانية وأنت ده بيدي 2 يبقى 100 على 2. الفكرة بقى أنت الحوض محتاج قد إيه في الدقيقة أو في الثانية؟ الكباستي التوتال كباستي بتاع الحوض. إحنا بنعمل الديزاين ده كله علشان تلاقي ربع ساعة فرصة اللي عايز يطلع لا يطلع عليك مش عارف تعرف الرموز اللي بتستعمل برضه للاسف يعني بتجي على السنين والمفروض الكل رافع عليهم انا مش عايز اسيب حد يعني كنت فاكر بقى ايه المره اللي فاتت الكل هيجي يذاكر الكل هيجي عايز بس انا قلت انت ثلاث صفحات هتاخد عليهم خمس درجات اللي هو نفس درجات كده يعني فاكر الجيمز اهو اللي هو يذاكر ثلاث صفحات عارف لما تيجي ترمي في ماده تقعد تذاكر منهج علشان 10 15 درجه ما بيجيبهمش وانا باجي اقول لك ذاكر ثلاث صفحات علشان تاخد خمس درجات ما هو حاجه بتجي ان انت مش مصدق ان خمس درجات لا مش لدرجه خمس درجات المره اللي فاتت حصل يا اما انت لسه الثقافه مش قادره توصلك ان المذاكره الدوريه افضل 1000 مره من المذاكره الموسميه اللي هو انا بذاكر في البيت انا كنت بقول لك ثلاث صفحات بخمس درجات دكتور في رموز في القوانين مش عارفينها كفاءة يا حبيبي في حاجة اسمها كفاءة انت تعرف كل حاجة انا اعرف كل حاجة محدش في الدنيا يعرف كل حاجة يقول لك لا انا اعرف الموضوع اللي اعرفه كويس اللي هو ما يعرفش لسه يعني لسه على الشط اللي في الحمام السباحة انت فاكر اللي هو تعلم العوم لكن اللي بينزل البحر وبيعرف يعوم كويس عمره يقول لك انا ما تقلقش دايما يقول لك ربنا يستر دايما اللعيب في اي لعبة في البنج يقول لك هو على قدي دايما المتمكن من حاجه عارف الـ
الفولت دي عارف حجمها فعارف حجمها دي. لكن دايما يقول لك لا ما تقلقش تعال على الشيل النقطه دي ما تقلقش انا النقطه دي اكتر واحد افهم فيها. لا هو ليه؟ هو للاسف الفيو كامل ما ظهرش قدامه، هو شاف حته، هو شاف الحته دي فبالنسبه له طب ما انا عارف. لكن لما تسال فيها ما هو عمره ما حد جاب له انت عندك شويه انا عايز طبعا مش انت عارف معلومتين وانا عشان ذاكرت اكتر منك عندي ثلاثه. العلم ده 10 معلومات، حضرتك قلت معلومتين وزميلك معلومه وانا الثلاثه اللي عندي اللي كل اللي عندي ثلاثه، ثلاثه اللي فيهم واحد اللي سته، يبقى في الاخر سته سته معلومات. تصح؟ انت في حد ما هو كان موجود بس؟ تطلع ومعاك الورق ومعاك كل حاجه. المرة اللي فاتت انت بتطلع قول اللي عندك، قول اللي عندك، تكتب المعادلات، انا مش عايز اقرا انا عايز تكتب المعادلات بس. زميلك هيطلع هيكتب المعادلات هيقول اللي فات هياخد درجتين تلاته بس. ده اللي عايز منك. تاني انا في الاخر انا مش بديك كورس معلومات فقط، ده يبقى انا مفلس. وبرضه المره اللي بتقول لو انا بديك معلومه بس يبقى انا مفلس. ليه؟ عندي معلومه قريتها بالخبره بالشغل بالكلام ده كله انا حطيتها، لكن عشان نتعلم مع بعض النظام نتعلم مع بعض النظام يمشي عليا وعليك طبعا. ونصيحه اخويه اخي مش هروح مش هقول الكلام ده تاني خلاص. ذاكر اول باول صدقني، ذاكر اول باول ونخليك تمام. الفكره اول حاجه في المساله دي انا عايز كميه الاكسجين المطلوبه صح؟ كمية الأكسجين المطلوبة. هنا أنت ما بتعملش عملية تنقية، أنت مش رايح للبكتيريا ويتنقل. حضرتك بتسحب الهواء كله. طب أول حاجة الأكسجين المطلوبة بناءً على إيه؟ بناءً على حاجة حجم الحمل المصرف. مش في الحمل اللي بترجع ليه أنت المرة اللي فاتت قيمناها عرفنا الحجم بتاعها قد إيه؟ طب الحجم الحمل المصرف اللي هو في اليوم في كام كيلو جرام؟ تاني اليوم الواحد مش انت بتصرف حبه؟ صح؟ الحبه دي بناء عليها، خلينا نفهمها مع بعض. الحبه دي وعيت منين؟ سي مثلا انت المره اللي فاتت قلنا داخل لك في الحوض ده البيو دي 200 مللي جرام في الليل، ده ملوثات. داخل لك كام؟ 200 طلع لك 50. يبقى الحوض ده كان كام؟ 150. هي دي حجم الحمل بس. داخل لك في الليل في كام؟ 200. وطلع طبعا انت كل ما بتطلع اعباد وكل ما الكفاءه بتاعتك بتبقى اعلى، والمره اللي فاتت قلنا نجيب الكفاءه ازاي؟ داخل لك 200 مللي جرام ملوثات حبه كميه اكسجين في الليل. طلعت 50 يبقى انت اكلت كام؟ 50 يعني 150 ده في الايه؟ في اللتر. اللتر مللي جرام هتضربها في كمية المية الصرف كلها جبت كمية الحبة بتاعتك. هي دي كمية الحبة اللي كانت ايه؟ أكسجين. اللي كانت ايه؟ البيو دي بتاعتك اللي هي كمية الأكسجين المستهلك. صح؟ الحبة هي كمية الأكسجين المستهلك، فأنت داخل لك 200 طلع لك 50 فأنت كانت بيها يعني أنت في اللتر سالك كام؟ 150 في اللتر، بتضرب في الكمية كلها عشان تجيب كمية الأكسجين المحطة. في مشاكل؟ يا دكتور على ال 150 دي اللي هي كمية الأكسجين اللي اتاكلت ولا اللي تم استهلاكه. اللي تم استهلاكه مش الهواء اللي لسه ما فيش هواء. تاني أنت دلوقتي أنا نقولها تاني، المسألة هتشوفها وتعويض مباشر جدا. مسألة ببساطة مرة الأخيرة أنا حوض، أي حوض عندي في المعالجة هو داخل فيه حاجة اسمها بيو دي وبيخرج بيو دي، داخل سي او دي وبيخرج سي او دي، داخل توتال سسبندد سولت وبيخرج توتال سسبندد سولت، لازم يخرج أقل ما إيه؟ ما بيدخل. وكل ما يقلل الكمية أو الرقم اللي خارج كل ما الكفاءة تبقى أفضل. زي بالظبط تيجي مثلا إيه؟ عندك جماعة في البيت ربنا يخليهم لك، تيجي مثلا إيه؟ والدك يقول لك بص
انت عندك مثلا ايه او انت بتطلع الدوره، انت عندك 200 حوض دول، فجيت في الاخر قلت له باقي 50 حوض، يبقى انت قطعت كام حوض دوره؟ يبقى كل ما تبدي اقل كل ما احتاجك تبقى ايه؟ جه اخوك قال لك بقى 10، يبقى اخوك قطع كام حوض؟ 190، يبقى كفاءته اعلى. تعوض الكره دي بالظبط هي كميه الاكسجين المستهلك، البيو دي اللي هو ايه؟ اعرف ان البيو دي هو كميه الاكسجين المستهلك. كل ما كميه كل البيو دي يوصل في صرف صناعي 1000 ونص و 2000 مللي جرام في اللتر. يعني اللتر ده محتاج يستهلك كام كميه اكسجين؟ 1500 مللي جرام. تقول ليه عايز تاكل ده كله؟ عشان في بكتيريا كتيرة جوه. اما بقول لك المحاضره فيها عدد الرسول عليه الصلاه والسلام فغزو بدر، عايز يعرف العدد عملي، عايز يعرف عدد قريش. اما جاب واحد منهم يستجوبه قال ايه؟ ايوه انتوا بتذبحوا كم جمل؟ الثابت اللي هو الفكر واحد بتذبح كم جمل؟ قال له بتذبح كذا، قال له الجمل بيكفي كذا يبقى كذا في كذا، يبقى هم ما بين ما بين الالف ولا يعني الرقم اللي كان موجود. هي نفس الكلام، كل ما الرقم بتاع الجنان يزيد كل ما يبقى عدد الناس ايه؟ هنا كل ما الرقم بتاع الاكسجين اللي هو البيض يزيد يبقى في بكتيريا. هي نفس الكلام. فلما يجي يقول انا احط هويه داخل لي كميه بكتيريا بيودي بايولوجيكال اكسجين ديماند، احتياج اكسجيني بيولوجي. يعني ايه بيولوجي؟ بيقول اي مواد كيميائيه، عشان السي اللي هي كيميكال اكسجين ديماند كيميائي، لا احنا هنا بيولوجي طبيعي. داخل لي فانا احط هويه داخل لي 200، يعني اللتر محتاج 200، بعد ما يخرج يقول لي مثلا 30، يبقى انا عرفت كام؟ 170. يعني اللتر بعدي بقى محتاج 30 لتر بس، يعني البكتيريا اللي فيه قلت، يبقى انا البكتيريا اللي فيا كام؟ اللي داخل ناقص اللي خارج، جبت الكميه بتاعته في اللتر صح؟ اضرب في الكميه بتاع الصرف كلها عشان اجيب الايه؟ العدد بتاع الاكسجين المستهلك. العدد بتاع الاكسجين ايه؟ في مشاكل؟ طيب انا قربت خلاص طيب جبت العدد بتاع الاكسجين المستهلك. طيب بعد كده ها؟ نفس من دولار كباستي عاشور. احسنت. طيب بعد كده انا جبت الاكسجين بضرب في فاكتور معين. سي مثلا انت بتعمل فاكتور، انا جيت مثلا قلت لك ايه؟ خلينا في الشركه بتاع غزو البدر هم مثلا بيذبحوا ده كام؟ قال لك ده مثلا 100 جمل. الجمل بياكل 10 جنود. يبقى هم كام؟ ألف. هم ذبحوا 100 جمل، الجمل بياكل 10 مثلا. هي كانت العكس 10 جمل. ايا كان 100 في 10 يبقى هم كام؟ انا لما اجهز جنودي، والجنود بقى هنا كتشبيه حاله الجنود بتاعتي هنا اللي هي الاكسجين. لما اجهز جنودي اروح اقول لهم 1000، اقول لهم كام؟ 1000 1200 1300. اعمل حسابي ممكن يبقى في فاكتور، ممكن يبقى كفاءه مش متوقعه، ممكن يبقى الجمل ده عندهم قحط شويه. ها يبقى بدل ما ده بياكل العدد اقل فيبقى العدد بتاعهم اكبر. هو ما وقفوش، فمش 10 بس، في 5 بس اللي بياكلوا جمل. انت متخيل؟ فاعمل فاكتور في سيفتي. يبقى انا هم عاملين 1 2 10 1 3 10 زي ما عملت في اللي بتاع الفلاور. يبقى هم 1200 او 1600 نفس الكلام. يبقى كميه الاكسجين اللي بستهلكها بضربها في فاكتور يبقى دي كميه الاكسجين بتاعتي. في مشاكل؟ طيب دي كميه الاكسجين بتاعتي. يلا البلاور يسأل، لو انا محتاج 100 متر مكعب اكسجين في صعوبه كده، يبقى هسحب هواء قد ايه؟ هضربها في 5 10. ايوه. بيقول مثلا كميه الاكسجين في الهواء كام؟ 20%. مثلا 20%.
لو انا عايز اسحب 100 اكسجين اسحب هواء قد ايه؟ 5 اضعاف. صح؟ هتقول ايه؟ هتقول ال 100 على ال 20%. دي تي كام؟ 500. يبقى انا هسحب 500 متر مكعب هواء، ال 20% منها كام؟ 100، اللي هي ال 100 اللي انا عايز اسحبها. يبقى انا النظام بتاعي عايز الكباسيتي بتاع الهواء، صح؟ يبقى بعد ما جبت الاكسجين بقسمه على نسبته اللي في الهواء، طبعا عوامل ثانيه بقول لك بس الفكره. بقسمه على نسبته اللي في الهواء، صح؟ قدرت اجيب كميه الهواء اللي انا هسحبها. كميه الهواء اللي انا هسحبها هي دي الفكره كلها. انت هتطبق وهتحفظ ماشي براحتك، عايز تفهمها هتلاقي الموضوع بسيط. زينا كده شرحنا الكلام. الحجم بتاع الحمل صفر بتساوي الواي او الصاله دياتي ديت نسبه معروفه في الكيو اللي هي الكميه بتاع الميه اللي داخله ليه. الاس رو اللي هو الاكسجين اللي داخل جبل المعالجه البيولوجيه من اساسه جبل احواض التهوية اللي احنا محتاجينه. الاس اي اللي هو كميه بنطرح اللي هو الديسولفت بتاع الموجود اللي هو عايز الاكسجين ذات نفسه ده. كمية المواد يعني العضله اللي عايزها الزايده اللي هتاخد الاكسجين دي نطرحهم من بعض على الف. الف دي تحويل او حاجه. كمية الاكسجين بقى بنحسبها ازاي؟ الاس او ناقص الاس اي في الكيو زي ما قلنا الكيو اللي هي كمية المية اللي داخله في 10 اس سالب 3 عشان تحويلها هنا طبعا من المتر المكعب للتر. البي او دي اللي هو كمية الأكسجين اللي احنا عايزينها أو كمية الأكسجين اللي داخلنا على كمية الأكسجين اللي احنا عايزينها. الاس او ار دي معامل بنقسم القيمة اللي احنا جبناها من هنا على 65%. الاريا دوماند بقى اللي هو كمية الأكسجين المتطلبة أو اللي هتتطلب يساوي الـ SOR على 1.2 دي ثابت، الـ 0.232 ثابت برضه، الـ Auto Ratio اللي احنا جبناه الـ Actual Area بقى Requirement الـ Actual اللي احنا عايزينها الـ Area اللي احنا عايزينها الفعلية بتساوي الاريا بتاع الدومانت ديت اللي هو متطلبه على الافكتد اكسجين على النسبه بتاع الاكسجين اللي هي الفعاله. البلاور كاباستي اللي هو الكاباستي بتاع البلاور بتاعنا بنضرب 1.5 بالاكشوال اريا اللي احنا جبناها من القانون ده. الهيد اوف بلاور بقت ارتفاع البلاور اللي احنا عايزينه برضه بنضرب 1.3 فاكتور في الدبس وفوق ارتفاع الميه في الفوق. لو عايزين الايه اللي هي عدد الاحواض بتاع التهويه بيساوي قلنا الكباستي على الديماندر او ديزاين كباستي اوف البلاور على البلاور ذات نفسه قداش بيدخل قداش هواء فبنقسم الكباستي على البلاور ذات نفسه بنعرف قداش كميه الهواء او عدد البلاور اللي احنا عايزينه. كفاءته 20% بس لما بتسمع الموضوع مره ثانيه الكفاءه بتاعتك بتزيد عن كفاءه اول واحد بيسمع. اول مره خلاص هي يعني لكن انا كان عندي معلومات وقلت الكلام ده مره ثانيه. زي ما شرحنا زي ما اسمه لك تفضل وبدا يتكلم. اول حاجه محتاج احسب ايه؟ كميه الحمض المتصدر. اعرف البكتيريا قد ايه؟ السؤال هم ده محطوطين جمل كم جمل؟ الوجبه بتاعته هي دي هيبقى كذا جمل الجمل بياكل قد كده ايه نفس الشكل بتاعي يعني. عايز اعرف كم جمل اتذبح عايز اعرف الحلقه المنصرفه في اليوم الواحد
هو داخل داخل ها بيوتي كذا شرحنا احنا المره اللي فاتت اس نود والاس في اي صح؟ طيب الحلقه اللي داخله البيوتي داخل كذا اللي خرج كذا داخل 200 خرج 20 خرج 50 داخل 200 خرج 50 يبقى بقى لي كام؟ 150 ده في المتر اضربها في كيو الكميه بتاعتي واقسم على قلب عشان احول البتاع اللي عندي من جرام لكيلو جرام عشان احول من جرام لايه؟ لكيلو جرام دلوقتي الكيو دي بايه؟ متر مكعب طيب والبيو دي مش بالملي جرام ها؟ للتر صح؟ طيب هو الملي جرام على اللتر ينفع تسامحني لو قلت لك بيساوي الجرام على المتر المكعب؟ هي صح؟ فهنا انت قسمت على 1000 وهنا قسمت على 1000 هي جرام على المتر المكعب عشان يتم على المتر المكعب يبقى لك ايه؟ جرام هقسمها على 1000 عشان يبقى الشاهد بتاعي من ايه؟ ها؟ كيلو جرام لكل البيت كيلو جرام امال ليه عليهم دي؟ حاجه اسمها الواي اوبزرفيشن هي نسبه شرحناها المره اللي فاتت ممكن تاخدها 31% او بنص المرات المره اللي فاتت اللي هي الواي على 1 زائد سيتا سي اللي هي النستالج ايدج معايا ده القانون حلو الكلام يبقى هو قانون الواي على الثابت بتاعي او الواي اوبزرفيشن نسبه لعدد الايام اللي هي زي دي ماينس 1 اللي هي 1 على عدد الايام 5 6 7 ايا كان هي نسبه ثابته للواي اوبزرفيشن اللي هي طلعت 31% عشان كده الرقم بتاعي يبقى كيلو جرام في الايه؟ يبقى الحمقى المنصرفه الحمقى بتاعتك المركزه اللي فيها بكتيريا في اليوم الواحد كذا كيلو جرام. في صعوبه؟ طيب تعالى بقى الكذا كيلو جرام دول ايوه يبقى ده اول سؤال يقول لهم ده واحد كام جمل؟ طب عرفت كام جمل؟ الجمل ها بياكل كام واحد؟ ده السؤال الثاني. حاجه اسمها ثيوريتيكال بيور اوكسجين الاكسجين الخالص الرقم ده الاكسجين الخالص بتاعه يبقى كام؟ ففي الاخر انا عايز بقى ايه؟ كذا كيلو جرام ايه؟ اكسجين صح؟ انا عايز بقى الكيلو جرام دول يبقى هستخدم كام كيلو جرام؟ يبقى القانون بتاعي برضه نفس الكلام طب انا 42 ده ثابت فاكر يعني مش عايز اقول دخلت في التفاصيل بس جيب لي هو نسبه بين رقمين الاس نود ناقص الاس اي اللي داخل ناقص اللي طالع في الكيو على الالف عشان التحويله بتاعتي اللي هي 10 استلام على حاجه اسمها البي او دي 5 على البي او دي التمت معلش خد الرقم ده من 6 من 10 ل 7 من 10 ايه الرقم ده؟ نسبه البي او دي اللي داخل والبي او دي الاصل مش قبل ما يخش لك البي او دي بتاعك كان في بي او دي اصلا في الاول اكبر صح؟ كفاءة مثلا في الأول كانت 40% 40% يبقى جاي لك كام؟ 60% ده البي دي بيتشال من الأول الألتمت الأصل بعد كده دخل معادلة ابتدائية جالك على بداية المعادلة الثانوية اللي هو نقطة التهوية بتاعك برقم اللي هو الإس نود ده على ده رقم 60% مثلا تمام؟ قدرت هنا أجيب الثيوريتيكال بيور أكسجين طب بعد كده أنا عايز حاجة اسمها ليه؟ الستاندرد اكسجين ريكوايرد كميه الاكسجين المطلوبه بقى ايه الفرق؟ ده كميه الحاجه الثانيه ده السؤال الثالث بقى الرسول ضرب ده فيها وطلع العدد مثلا 1000 يبقى انا هقول البنود دي كام؟ 1200 1300 صح؟ بضرب في فاكتور او بقسم على نسبه في فاكتور يبقى الرقم ده اما اقسمه على رقم 60 65% الرقم ايه؟ هيزيد هيزيد ده دي النقطة الثالثة اللي هو حاجة اسمها ايه؟ الستاندرد اوكسجين ريكوايرد المطلوبة فعلا يعني ده كله من عملية تقويم تقويم نتيجة خبرة وعلى فكرة أنا لحد دلوقتي بعمل برضه فاكر الست أي حاجة استغلالها في الهندسة هو معامل جهل مش معامل تمام هو معامل جهلنا عشان كده بنسميه احنا بنأمن نفسنا عشان كده دكتور يوسف الخرسانه تلاقيه كام مثلا؟
واحد و4 واحد و5 واحد و6 في الاساسيات بتاخد كام؟ 3 4 ليه؟ فوق الارض انا جاهل بالخرسانه فالفاكتور سيتي ده واحد ونص. تحت الارض انا جاهل بالخرسانه وبالتربه وبالميه الجوفيه فالمجاهيل زاد فبالتالي معامل الجهل زاد. عشان كده تلاقي الفاكتور سيتي التربه من 3 ل 5 على عكس الفاكتور سيتي الخرسانه من 1 ل 4 ل 6. ده معامل الجهل وانا بحب اسميه الاسم ده. ليه تحط حاجه فيها شيء معامل جهل؟ انا جاهل. الحاجات دي كلها تقييميه خبره. جبت كميه الاكسجين الاكسجين ريكوايرد المطلوب بقى بقسم على فاكتور 65 هوب جبت الستاندرد اكسجين ريكوايرد كميه الاكسجين المطلوب. في حد عمل شغل لحد دلوقتي؟ انا محتاج اكسجين قد كده. طب يلا هات هواء. قلنا نسبه الاكسجين في الهواء نسبه الاكسجين طبعا ادي الستاندرد اكسجين ريكوايرد نسبه الاكسجين 20% لا هي 21 لا هي 22. الرقم ده هو نسبه الاكسجين اكسجين ريشيو اللي هو 23.2%. خدها انت 20 21 22 22. خدها 21 يبقى بس مع نسبه ايه؟ الاكسجين. ها نسبه الاكسجين في الهواء. طب 1.2 وزن الهواء في المتر مكعب الواحد تاني. وزن الهواء في المتر مكعب واحد هو ده كان بالكيلو جرام على ايه؟ اهو على اليوم. كان بالكيلو جرام على اليوم قسمته الهواء في ال 23% اكسجين قلنا عايز اخدها من 20 22% ماشي. طب والمتر مكعب هواء في قد ايه كيلو جرام؟ في 1.2 هو في 1.1 1.2 براحتك. في مشاكل؟ بص لما تقسم ده على ده الكيلو جرام هتجمع الكيلو جرام مقام المقام بس يبقى متر مكعب ها في الايه؟ في اليوم. يبقى انت محتاج ثيوريتيكال اير ديماند اللي محتاج كميه هواء كذا متر مكعب في الايه؟ اليوم. في اليوم الواحد. جه بعد كده قال لك حاجه الافشنسي اوف اوكسجين. هنا في حاجه اسمها الكفاءه بتاعتك كفاءه الاستخلاص 8% 10% 12% يعني انت زي اللي فاكر وسيفتي ده بس هنا انت مش قلت انا محتاج كذا متر مكعب في اليوم الواحد بس مش اللي انت هتقوله هيتنفخ مش في حاجه اسمها الكفاءه. فتقوم الثيوريتيكال اير ديماند بتقسمها على ايه؟ على الكفاءة رقم أقل من واحد صحيح طبعا يبقى الرقم ده إيه؟ ها؟ هيزيد هيزيد. خلاص أنت كده محتاج تجيب كمية هواء كذا متر مكعب في اليوم قد كده. وأنت رحت شفت مع الحمالة اللي بيبيع المدورات بتضرب في فاكتور تاني 1.5 ل 2 علشان تعمل حسابك في المواسم ولو حصل ده بقى مالوش دعوه بده ده حاجه تاني. الواحد ونص الاثنين ده بضربها ليه؟ في الاعياد دخل صرف صناعي يعني انت مترجل على ايه؟ بيني وبينك ما قلتلوش الحل انت مترجل على داخل قد كذا قد كذا 200 مثلا وخارج 50 صح؟ طب افرض فجاه اللي دخل لك كان صرف صناعي مصنع رمى عن انت بتعمل صرف منزلي المصنع الوسائل بتاعته كبيره جدا فاكر الرقم اللي كان داخل 400 مثلا و 200 دخل لك 1000 اضرب الفاكتور بتاعك. انت بتعمل حساب طبعا في فاكتورز كتير بتاخد في الاخبار بس ده من ضمن الفاكتورز اللي بتاخد في الاخبار اللي انت بتضرب في كفاءه اعلى اللي هي 1.5 لكام؟ ل2 تضربها في الاكشوال اللي انت كنت جاي تضربه في 1.5 هو ده التوتال كاباسيتي. طبعا بيطلع بالمتر مكعب في الايه؟ زي ما قلنا حولها بالمتر مكعب بير مينت او بالمتر مكعب بير سكند عشان ده اللي مكتوب على الدوره تمام؟ حولتها متر مكعب بير مينت تروح لعمال يقول لك انا عندي الواحد قدرته كذا متر مكعب بير مينت فالرقم اللي طلعته على كفاءه الواحد يكتب ايه؟ العدد بتاعك يكتب العدد بتاعك يفضل زوجي يعني حتى لو هتزود ازود 2 يفضل زوجي وتبدا تعمل الرسمه المعماريه بتاعتك يبقى في لوحه مخصوص لكده وتبدا تعمل ايه؟ التوزيعه المثاليه بتاعتك اللي هو ت
تعمل عارفين حاجه اسمها الاريا ميثود، او وانت بتعمل توزيع الاحمال المغطى نفس الكلام، لازم يبقى كل المساحه مغطيه قد التاني عشان كل واحد قدرته قد التاني. طبعا مش هدخلك في الحته دي، انا كان كل يمين الحته بتاعه القدره الكليه على قدره الضغط. ماشي كده؟ السؤال ده هيبقى تمام، السؤال ده هيبقى فاين كل واحد. يعني علما بان من شويه اوجد عدد البلاكس بس. ماشي، ده السؤال ده في فاين ب 10 درجات، فاين بسبب هذا ب 10 درجات. بنزود حاجه احتياطي يا دكتور؟ بنزود عدد من الدورات احتياطي؟ بنزود عدد احتياطي بس بنظام تغذيه تاني. بس عدد اصل اللي هيحصل في العضو ممكن تبدا عشان كده بتضرب في واحد ونص، تبدا تعلي القدره بتاعته شويه. ما انت بتضرب في واحد ونص برضه ليه؟ عشان اي حاجه. مثلا بطلع 100 واحد عضو، الواحد ده هيتسمع يبقى طلع من كله 105. لكن واحد احتياطي اصلا هتعمل احتياطي شبكه ثانيه. اصلا لو خمسه وقعوا هتوقف الحوض، مش انت عامل احواض كتير هتوقف الحوض تعمل له ايه؟ صيانه. هتعرف منين واحد حصل له عضو؟ هتلاقي الارقام دي بدات تتغير. تبدا تاخد عينه من الحوض تعمل لها فوليوم اندكس الاول. هم بيفضلوا شغالين على طول. شغال على طول. 24 ساعه. لكن لو حطيت بتاع الصرف دي حطيت تقويم معايا على 24 ساعه، دي تعتبر حاجات تبع يعني زي بالظبط كده زي مبنى المخابرات. مش اي حد يخشها. متخيل ده داخل محطه التنقيه، مش اي حد يشوف الجواب ولازم يتكلم وعايز ايه، داخل محطه التنقيه اللي مثلا مليون 2 مليون. انت داخل حاجات مؤثره. تحصل مشكله فيها. ما طولتش النهارده؟ لا طبعا. يعني معلش لما حضرتك تخش القوانين وانا اللي اجيب لك المساله، حضرتك تعمل ايه؟ انا ممكن اعمل اوبشن زي ده، بس الاوبشن زي ده بيكلفك ايه؟ اللي هو ايه؟ الفاينل انسر بدل 10% هيبقى 50%. ما هو المشكله مش مخوفك. حاجه ثانيه، انا ما ينفعش اجيب لك امتحان في داتا في القوانين، فبالتالي هعمل ايه؟ فكر. علشان الطبيعي في الشغل، قلت له ما الطبيعي في الشغل القوانين موجوده. صح. الطبيعي في الشغل اللي انت بتتحط تحت ضغط. عارف لازم تحط ضغط. اما تحفظ القانون انت مش كفاءتك هتزيد في الحفظ. انت كفاءتك في التطبيق هتزيد. بس يعني انت ما بتبصلهاش تحت رجليك، ما بره القوانين موجوده. حلو، بره القوانين موجوده. بس تعال نحط الافكار. انا ممكن ايه؟ رقم واحد انا ممكن تبقى في حاجه كده يعني ممكن مساله لو انا عايز افتكر فكره. اكل من القوانين. حته وجود القوانين ده ليه جهد؟ ليه؟ حافظ قانون بتحط على الخطط. لكن اما انا اجيب لك قوانين فاي قانون حضرتك بتحطه مش هتحطه على الخطط. يبقى انا وزعت، انا عملت بقى ايه؟ في حاجه اسمها دراسه مخاطر انا ما عملتهاش، اللي هو افرض حضرتك ضربت لخمه في الهاتف. افرض حضرتك ما جبتش الفكره. يبقى انت دلوقتي ما جبتش الفكره وضربت لخمه في الهاتف. يبقى انت واخد صفر. لكن انا ضربت لخمه مش عارف ايه، طب نسيت قانون. ولكن استحاله بقى في الامتحان تنسى القانون وتضرب لخمه في الحياه وتعمل. لو عملت ده كله في مساله خلاص تساوي الصفر، بس زودنا الايه؟ العوامل بتاعتك. بس لو انت مستصعب القوانين انا عايزك تفهم يعني ده الارقام دي كلها ارقام غريبه تفهم وامشي خطوات. هتنسى حاجه من ضمن الخطوات ماشي، اما تنسى حاجه من ضمن الخطوات تنقص درجه عادي. واما تحل المساله مره واثنين انت الارقام دي هتبدا تحس